احنا واحد الناس سبعة ديال العائلات عندنا اراضي في قبويا وراء سلمى تابعة لاقليم الناظور. عندنا اراضي كتحرق ما تتم. ناس من العائلة هما اربعة الاشخاص، جوج خوت وبنت خالتي والطرف الرابع اللي هو ولد خالتي، سرقونا عين باين وباسم السلطة والقانون. حنايا ورثة كاملين بحال بحال، والورث ديالنا وهاد الاراضي ديال جدي يكونوا عندهم هما، هادي بنت اختو، هذا ولد اختو، كلهم عندهم اراضي جدودنا، وحنا الوحيدين اللي ما مستافدينش. وهضره جوج كيقول لينا راه شريت على الورثه، الورثه اللي هما في حد ذاتهم ميتين. وكيقال بعدا هو راني عندي تحفيظ وعندي قوانين ديالي، اعتزل بالترشيح حيت كيخدم في نفس المقاطعه اللي هي قبويا وراء سلمى اللي تابعه لاقليم الناظور. راه ما عندناش اللي يوقف معانا، هاد الناس راه كيهضروا بالفلوس وحنا ناس بسطاء ما عندناش باش نتقاتلوا معاهم بالفلوس. الفلوس اللي عندهم اصلا من رزقنا حنايا. السلام عليكم قناه شوف تي في، شكرا بزاف حيت سمعتوني وقبلتوا توصلوا صوتي لبلدي المغرب وانا اقيم بالديار الاوروبيه. شكرا بزاف. باش ما يجينيش الفيديو طويل شويه ندخل في الموضوع. في هذا الفيديو كناشد سيدنا وكناشد السلطات المغربيه، كناشد السي الحموشي، كنقول له السي الحموشي المغاربه كلهم كيبغيوك بالمصداقيه ديالك، وقف معنا انا مزاوقه فيك ويشد لكم الله في وليداتكم. سيدنا الله يشافيك وتبقى تاج فوق روسنا يا رب العالمين، وقف معنا. عندي عائله سرقاتني يا سيدنا، سرقاتني وسرقت كاع الورثه. ندخل في الموضوع باش تفهموا اكثر. احنا واحد الناس سبعه ديال العائلات عندنا اراضي في قبويا وراء سلمى تابع لاقليم الناظور. عندنا اراضي كتحرق ما تتم، فجاه لقينا راسنا ما عندنا حتى حاجه. علاش؟ حيت ناس من العائله هما اربعه الاشخاص، جوج خوت وبنت خالتي والطرف الرابع اللي هو ولد خالتي، سرقونا عين باين وباسم السلطه والقانون. حيت هاد الناس سيدنا كاينين في المقاطعات قبويا وراء سلمى التابعه للناظور، خدامين تما ولاعبين علينا كيف ما بغاو. هضره جوج كيهضروا بالفلوس اللي هما اصلا فلوس جدي الله يرحمه، حيت هاد الناس ما كان عندهم حتى شي حاجه، ناس عاديين. وهذا الراس المدبر كانت عنده الخدمه ديالو، ما عندوش وما خصوش، وكاري جوج بيوت في واحد المنطقه في الناظور. فجأة ولا رجل أعمال، ولادو كل واحد بأباختومو، خوه اللي هو الشريك ديالو في هاد الشي كامل مدة 4 سنين في أوروبا في إسبانيا، ولا رجل أعمال، ولا عنده تهوى مشاريع، عنده ديور في المغرب. من أين لك هذا يا أيها الناس؟ من أين لكم هذا؟ وهنايا خرجت باش نهضر، وقبلوا عليا راني شويه مرتبكه، قبلوا عليا وبغيت السلطات المغربيه تسمعني وتسمعني توقف معانا. احنا راه ما عندناش، هاد الناس راه ما قديناش عليهم، كيهضروا غير بالفلوس. هاد السيد راه هرب فلوسه لاسبانيا ودار مشاريع في اسبانيا، وهاد المره دار واحد المشروع ضخم لولده، لدرجه ان الصحافه الاسبانيه قالت له كيفاش انت شاب صغير ودير مشروع بهاد ضخم وما تستناش دعم الدولة؟ هل هذا يعقل؟ حنايا ورثة كاملين بحال بحال، والورث ديالنا وهاد الأراضي ديال جدي يكونوا عندهم هما، هادي بنت اختو، هذا ولد اختو، كلهم عندهم أراضي جدودنا، وحنا الوحيدين اللي ما مستافدينش. وهضره جوج كيقول لينا راه شريت على الورثه اللي هما في حد ذاتهم ميتين. عندنا خالتنا وحده الله يشافيها والله يشد ليها في صحتها، وكنطلبها انا مزاوقه فيك خالتي، الا ما تخرجي وتشهدي شهاده حق امام الله قبل القانون، امام الله قبل القضاء. اخالتي راه ما غتدي معاك حتى شي حاجه غير اللبسه البيضاء، والقانون هنا غياخد مجراه. وندخل في الموضوع، هاد السيد ولات عنده الرأس المدبرة كي قلت لكم، ولادو كل واحد بأباختومو، ولا رجل أعمال،
كمل المهمه ديالو، وكي قال بعدا هو راني عندي تحفيظ وعندي قوانين ديالي، اعتزل بالترشيح حيت كيخدم في نفس المقاطعه اللي هي قابويه وراس الماء اللي تابعه لاقليم الناظور. فاش كمل كل شيء دخلت تما الخليفه ديالو اللي تكمل الخدمه ديالها. والنقطه اللي فيضت الكاس هو اربع ايام هاد العيد، قبل العيد في عرفة ذو الحجة في العواشر، نهار الكبير عند الله المفضل إلى الله، والحمد لله الله سبحانه وتعالى من كيبغي يفضح شي حد كيفضحه. ابن الطرف الرابع لقوه تما متلبس كيبيع في الرملة. هاد الناس حتى مقالع الرمال استغلوها، مقالع الرمال اللي هي القانون 10 و11 كيقول من ساهم غير من ساهم انه ياخذ ولو غير حفنه من ديك الرمله كيتعاقب. كيفاش هاد الناس باسم السلطه كيسرقونا وحنا وراثه محتاجين؟ انا اللي كنهضر من اوروبا ما كرهتش من اليوم نرجع الى بلدي الحبيب المغرب، اللي انا كنحماق على شي حاجه سميتها المغرب، وهاد الناس كيهربوا فلوسهم. وهاد السيده اللي خدامه تما كتخدم حتى في اسبانيا، انا بغيت نعرف حاجه وحده، كيفاش هاد السيده خدامه في مقاطعه كمرشحه وكخدامه ومحسوب عليها هنا في اسبانيا، خدامه حتى هنايا حاله وريقاتها وكتخلص عليهم، واش هاد الانسانه مقسومه على جوج كتخدم المغرب وكتخدم هنا؟ راه ما يمكنش، راه الفاهم يفهم. هنا كنطلب من سيدنا ومن السي الحموش اللي عنده المصداقيه مع كاع المغاربه كيبغيوك، شوف من حالنا، كنتمنى هذا الفيديو يوصل للسلطات اللي عندهم غيره على بلادهم يوقفوا معانا. راه ما عندناش اللي يوقف معانا، هاد الناس راه كيهضروا بالفلوس وحنا ناس بسطاء ما عندناش باش نتقاتلوا معاهم بالفلوس. الفلوس اللي عندهم اصلا من رزقنا حنايا، حنا كنطلبوا من السلطات انها توقف معانا، دير تصحيح الامضاء اللي كيقول لي الوالده راه باعت لي وخوالي باعوا له. انا هنا كنغوت على حقي وعلى حق خواتاتي والوراثه اللي ما فحالهمش. تصوروا يا الشعب المغربي ان هاد الناس الجرأة وصلتهم انهم يهدموا دار خالتي ويجريوا على جوج ولادها، ما فحالهمش نهائيا، واحد فيهم مختل عقليا بالوراق وبالدكاتره. فاش جراو عليهم ما لقاو غير واحد الاخ ديالهم الله يذكره بالخير، وكان ما كانش هو واخ ديالهم، هاد الاخ غير من الاب ما بغاش يشوف ولادو واخوتو متشردين في الزنقه، وداهم يعيشوا معاه. هاد الناس وصلت بهم الجراءه انهم يجريو على جوج الناس كي قلت، واحد فيهم مختل عقليا، وكان ما لقاوش داك خوهم فين غيمشيو. علاش؟ حيت ديك الدار جات حداها ارض دارت لهم العرقلة المشاريع اللي عندهم، حيت الأرض اللي عندنا اللي كنقول لكم راه استغلوها وكيهزوا حتى الرملة ديالها، إلى يومنا هذا الدرة ما كيناش، تهدمات، ودابا باغيين يضللوا كاع عباد الله باش يدخلوا في ديك الأرض ويهزوها. هاد الناس سيدنا واش ما كيستاهلوش أنهم يتعاقبوا على هاد الشيء؟ والرأس المدبر لهاد الشيء كامل ما بغاش يشبع، حشومة عيب وعار، راه ندم. راه أنا ما وصلتش لهاد البلاصة وهدرت إلا وأنا مقهورة، وما نمشيوش بعيد، حنا ناس عاديين وتعدوا علينا هاد الناس، حيت الطرف الرابع على من كندوي راه سرقوا رزق لواحد مسؤول في الدولة، مسؤول وسمية وازنة في الدولة، حيت الاخت ديالو هي اللي كانت مكلفه من بهادشي كله، وتفلاو على اختو في نفس المقاطعه. هاد الناس، وكل كلمه اقولها انايا متاكده كل الصح ونتعاقب عليها امام الله وامام القضاء. واللي بغيت نقول هنايا كناشد سيدنا يوقف من جهتنا ويشوف من حالتنا ويصيفطوا لينا ناس لهاد المنطقه يديرونا تصحيح الامضاء. احنا براسنا كورثه احنا مستعدين يديروا معنا اي حاجه، حيت فعلا احنا اصحاب حق،
وستي الحموشي انا مزوقه فيك الا ما الا ما رسلتي ليناش ناسك، انا مزوقه فيك الا ما الا ما وقفتي معانا، حنا راحنا مقهورين وفلوس كثيره مشات، وكنسطر على السيد الدخيسي بحكم ابن المنطقه يوقف معانا، ويلا طاح هذا الفيديو في يد السيد الدخيسي ويسمع كنهضر على قبويا وراس الماء التابعه لاقليم الناظور غيعرفني انا متاكده، غيعرف الى كل كلمه قلتها كلمه حق وبصح، كل كلمه قلتها تستاهل ان السلطات يسمعوني ويديروا بحث شامل في هذا الشيء. وشكرا. وشعارنا دائما الله الوطن الملك، ومادام في بلدنا الحبيب ملك المغرب محمد السادس نصره الله ما غاديش نخاف وما غنوقفش في هذا الباب وغنطرق كل باب. وشكرا. وكنتمنى من شوف تي في توصل صوتي لاعلى المستويات. وشكرا. وانا غندخل لبلادي وغندير فيديوهات مع الورثه وفي عين المكان. وشكرا بزاف. كنطلب من الشعب المغربي يدعمنا معنويا وفي الحق. وشكرا.